أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وضعت المرأة حملها بعد وفاة زوجها بأسبوع، فهل تحد على زوجها بعد الأسبوع أم لا؟ إذا ولدت بعد وفاة زوجها، خرجت من العدة. وإذا مات زوجها، إذا كانت مطلقة مثلا، طلقها زوجها، فهي في عدة الطلاق. فإذا مات زوجها فإنها تخرج من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: السواك، وكذلك لو مات عنها زوجها وهي حامل، وجبت عليها عدة الوفاة 4 أشهر 10 أيام. لكن إذا ولدت ولو بعد وفاة زوجها بساعة أو بنصف ساعة تخرج من العدة، لهذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهي مخصصة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحامل مخصصة، إذا وضعت خرجت من العدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بالنسبة للسواك، هل أما المطلقة، أنا قلت المطلقة، لا، المطلقة تبقى على عدتها ولو مات زوجها، تبقى على عدتها حتى تحيض 3 حيض، إنما هذا في المتوفى عنها. نعم.